أكتر من 300,000 دولار تم دفعها من خلال الموقع لمشاهدة فيديوهات اليوتيوب وفيسبوك والضغط على الإعلانات والاستبيانات والألعاب أونلاين. يعني تخيل كده، هتقعد تشغل فيديو وفي المقابل هتاخد فلوس، أو تشغل لعبة شوية كده كام دقيقة أونلاين وهتاخد فلوس، أو تنزل تطبيق وتاخد فلوس. هو ده هيبقى شغلك أونلاين، وهتقدر تحقق دخل ثابت بالشكل ده، طريقة مجانية 100%. يعني مش محتاج راس مال ولا هتصرف سنت واحد علشان تبدأ الشغل ده. وطبعا الموضوع مش مقتصر زي ما قلت على مشاهدة الفيديوهات، انت تقدر كمان تلعب اونلاين وتجاوب استبيانات وتنزل تطبيقات، وكل حاجة من دي ليها الحساب بتاعها، يعني مش هتعمل حاجة مجانا. وكل ده الهدف منه ان هو يزود دخلك ويعمل لك دخل ثابت شهريا. وطبعا باين كده من الشغل ده انك مش محتاج بقى اي خبرة او مهارات في اي حاجة، لانك فعليا بتعمل الحاجات دي كلها بشكل مجاني. مين فينا مش بيشوف فيديوهات على اليوتيوب او بينزل تطبيقات من بلاي ستور او اب ستور؟ يبقى نعمل الحاجات دي بقى بفلوس. خلال الحلقة دي هتعرف تفاصيل كتير تفرق معاك في الشغل وتحقيق الارباح، وهتعرف كمان ازاي تقدر تضاعف الارباح من خلال استراتيجية في الشغل هتطبقها في الحساب بتاعك. طريقة سهلة ومناسبة جدا للمبتدئين، مش هتحتاج VPN علشان تسجل في الموقع ده وتشتغل. اي مواقع وادوات هشرحها في الحلقة، اللينكات بتاعتها تبقى موجودة في الحلقة نفسها، ومفيش اي لينكات هتبقى موجودة في الوصف. اي موقع مش هيفتح معاك او هتلاقي التسجيل مدفوع، يبقى الموقع ده غير مدعوم في بلدك، وبالتالي هتحتاج VPN علشان تقدر تشتغل على الموقع. وفي حلقة مفصلة عن استخدام VPN بالتفصيل. اهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين، حلقة جديدة وطريقة ربحية جديدة، ونكمل بعد الفاصل. يلا ندخل في الموضوع على طول ونشوف خطوة بخطوة هتعمل ايه بالظبط. هتروح على موقع جوجل، وفي مربع البحث هتكتب سكويشي كاش. هيظهر قدامك في النتائج اسم الموقع بالكامل squishycash.com. الموقع ده شغال من زمان، يعني مش موقع جديد تقلق منه انه مش هيدفع لك فلوسك او هيسحب رصيدك او اي حاجة من المشاكل دي في الدفع اونلاين. الجميل في الموقع انه هو بيعمل ابديت على طول في طريقة الشغل. يعني لما شرحت الموقع ده قبل كده وعملت اثبات سحب، كان في حاجات مش موجودة، وهكذا في كل مرة. الجميل كمان في الموقع ان اي حد مبتدئ في الشغل اونلاين يقدر يبدأ من خلاله، وهيلاقي الموضوع سهل جدا زي ما هتشوف عملي، لان المهام اللي بيوفرها الموقع بسيطة ويقدر اي حد يعملها، وهتشوف كل حاجة بتتعمل ازاي. ده غير ان لما حد يسجل من خلالك ويشتغل، انت برضه هتحقق ارباح بالشكل ده، وهتعرف ازاي تحقق فلوس ربح من الموقع من قبل حتى ما تشتغل عليه. وانا عارف ان ممكن في ناس كتير ما عملتش ولا سنت من الشغل اونلاين قبل كده، لكن موقع سكويشي كاش هيبقى مصدر دخل سريع ان شاء الله، بس خليك معايا. وده يعتبر من اهم المواقع بالنسبة لي الخاصة بالمبتدئين، وزي ما قلت لك الموقع بيوفر عروض جديدة يوميا وشغل جديد، وبالتالي هتقدر تحقق دخل من اكتر من حاجة على الموقع. وده هتلاحظه من مشاركات المستخدمين على المنصة والتقييمات اللي بيحصل عليها الموقع. شوية مهام بسيطة هي مصدر الدخل، وقدامك في الموقع 8 طرق لتحقيق الدخل من الموقع، وكمان في اكتر من طريقة للسحب من الموقع، اهمها بنك باي بال والسحب من خلال الفيزا، وطبعا ده غير الجيفت كارد لو عايز تشتري حاجة من موقع زي امازون او اي باي. هتلاقي عروض مجانية واستبيانات والضغط على الاعلانات، تعتبر دي الاسهل، وكمان عروض خاصة زي مشاهدة الفيديوهات وقت معين، وكمان في فري ترايلز زي تنزيل التطبيقات والشوبينج، وهتلاقي فيه عروض الكاش باك والاحالات، ودي هتاخد عليها عمولة، والمشاركة في المسابقات. يعني الموضوع مفتوح زي ما هتشوف في التفاصيل. كل ده ممكن تعمله او تركز على حاجة او اتنين زي ما انت عايز، وبالتالي قلت الموضوع مناسب للمبتدئين. ده غير انك لما تشوف في القسم الخاص بسكويشي نيوز هتلاقي في عروض مباشرة اللي هي تقدر تنفذها حالا وتستفيد بيها في زيادة الدخل.
زي عمل الاستبيانات حالا او مشاهدة فيديو معين او تجربة تطبيق او الاشتراك في المسابقة وغيره. ومن اهم مزايا الموقع انك هتاخد $3 ساين اب بونص من مجرد التسجيل، وهي دي الفلوس اللي قلتلك عليها من شوية انك هتحقق ربح من قبل حتى ما تشتغل. هتدخل بياناتك وتعمل اكتيفيت للحساب من الايميل، هينزل في حسابك فورا $3 قبل ما تشتغل. خليك معايا وما تفوتش اي حاجة. عشان تسجل حساب مجاني على الموقع من الصفحة الرئيسية اضغط على جوين وابدأ في كتابة البيانات، الاسم الاول والاخير، اسم المستخدم والباسورد مرتين والايميل مرتين، بعد كده العنوان والدولة والبلد والرقم البريدي، وكده يبقى انت خلصت. هتحط علامة على I'm not a robot ووافق على الشروط واضغط على sign up. هتروح بعد كده على الايميل اللي سجلت بيه، هتلاقي رسالة التفعيل موجودة من سكويشي كاش زي دي، وفيها كل التفعيل الخاص بالحساب بتاعك. اضغط على الرابط هيوديك على الصفحة دي، وهنا اضغط على confirm، وكده الحساب بتاعك جاهز للشغل وتعمل له activation. وكل الحاجات دي تقدر تعملها وتشتغل من خلالها. اول حاجة تلاحظها معايا اللي نزل في الحساب $3 الساين اب بونس، وكمان الخمسة تشيبس المجانية دي تبع الساين اب بونس من مجرد التسجيل زي ما قلنا. من القايمة اللي فوق هتقف على ايرن اللي هو تحيل ارباح، ومنها اختار سكويشي كاش كليكس علشان تدخل على الربح من الضغط على الاعلانات. وقلتلك في الاول ان ده سهل جدا وتقدر تعمل منه على قد ما تقدر، وفي ناس بتشوف ان عائد الكليكات بتاعة الاعلانات بيبقى قليل، وعايز اقولك هو فعلا قليل، لكن تقدر تعمله كل شوية. لما تفتح حسابك وتعمل ريفرش هتلاقي اعلانات جديدة قدامك. طيب انت هتخسر ايه لما تعمل اعلانات دي كل شوية؟ بما انك ما عندكش اي خبرة ولا اي شغل اونلاين، هتخسر ايه لما تضغط على شوية اعلانات؟ هتاخد مقابل بتاعها سنتات، لكن في الاخر هتجمع مبلغ. يعني انت المفروض ما تستناش انك تاخد على الاعلان دولار في كل مرة، لان دي حاجة بسيطة جدا ومش هتاخد وقت اصلا. بص لما اضغط على اعلان هستنى كام ثانية خلاص حققت ربح من الكليك كده، اظن مفيش اسرع من كده، اكيد مش هستنى مبلغ كبير على الكليك كده والكام ثانية اللي استنيتها، وهكذا في باقي الاعلانات. هجرب اعلان تاني واضغط عليه كام ثانية وخلاص اخدت الارباح. تقدر تعمل كل الاعلانات اللي موجودة بالشكل ده لحد ما تخلصها، ولما تفتح الحساب تاني بعدها بشوية هتلاقي اعلانات تاني. طب دلوقتي انا عايز احقق دخل اعلى من كده، يعني لو مش عايز اخد شوية سنتات واقفل الحساب وافتحه تاني، طب انا ممكن اعمل ايه تاني؟ هنا هيبقى قدامك حل جميل، بس تركز معايا شوية علشان تفهم هتعمل كده ازاي. لما تقف على ايرن هتلاقي في القايمة اخر حاجة، حاجة اسمها سيرفي وول، دي عبارة عن استبيانات، لكن الاستبيانات دي متاحة لدول زي امريكا وكندا. الاستبيانات دي سعرها غالي، يعني ممكن بتلاقي استبيان ب $15 $20 $35 احيانا في الحاجات الخاصة بالتكنولوجي، وعشان كده هي الافضل في الموقع. وعشان تقدر تجاوب الاستبيانات دي هتتعب شوية، وهترجع للحلقة اللي انا سايبها لك في الوصف اللي هي ازاي تستخدم الفي بي ان بالتفصيل. الحلقة دي انا عامل فيها خطوات موضحة وتفصيلية جدا هتعمل ايه جوه الموقع علشان تسجل من خلال الفي بي ان وتبدأ ان انت تظهر للموقع ان انت بقى من كندا او من امريكا، وبالتالي هتلاقي الاستبيانات دي فتحت معاك. الاستبيانات دي هتقدر من خلالها تضاعف ارباحك بشكل كبير، يعني هتحس بفرق كبير جدا في السعر. وزي ما قلت لك الاستبيانات هتوصل معاك $35، بس انت اتعب شوية في الخطوات دي. لكن لما تشوف الاستبيانات العادية المتاحة لكل الدول هتلاقي بقى فيها 30 سنت 40 سنت تقدر تعملها وتحقق منها دخل كويس. والاستبيانات اللي هتلاقيها مقفولة يبقى علشان انت شغال من غير في بي ان. في جزء الاستبيانات ده هتلاقي الموقع كأنه بيعمل عرض انك لما تخلص 10 استبيانات هيفتح لك استبيانات جديدة، وممكن بعدها ادخل على ترايلز، ودي عبارة عن التطبيقات بقى وتجربتها، تقدر تنزل التطبيق وتجربه على جهازك وتاخد في المقابل تشيبس، ده 200 تشيبس، ده 300، ده $5، ده $3، وهتلاقي عدد حلو وتقدر تعمله. وكمان زي ما قلتلك لما تخلص شغل على الموقع وتقفل حسابك ارجع افتحه كل شوية، لانك هتلاقي شغل جديد متاح قدامك تقدر تعمله، وبالتالي دي ارباح اكتر بالنسبة لك، وبنفس الطريقة يعني مش هتعمل حاجة جديدة. ولما تتعود
وتعمل الشغل ده هتعرف تنجز عروض أكتر وفي وقت أقل، ده غير طبعا شركات الاستبيانات المختلفة الموجودة على المنصة. ولو الاستبيانات دي بتبقى سعرها رخيص لكن برضو تعتبر شغل، وانت مش خسران حاجة، لانك لو هتاخد على الاستبيان الواحد حتى 10 شيبس هيبقى انت اخدت 10 سنت من كام كليك بالماوس. طبعا كل الشغل ده متاح قدامك، غير برنامج الربح من الاحالات واللي هتاخد من خلاله عمولة 25% من اللي بيحققه الاحالة في الحساب بتاعه. وبكده انت مجرد ما تجيب واحد للموقع ويشتغل انت هتفضل تاخد 25% من الارباح اللي بيحققها طول ما هو شغال على الموقع. مفيش اظن احسن واسهل من كده، طريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتخسر اي حاجة من التسجيل على الموقع والمحاولة، والموضوع كله مجاني، مش هيكلفك اي حاجة. من فضلك بطل كسل شوية وابدأ حالا. اتمنى التوفيق للجميع، دمتم بخير واشوفكم الحلقة الجاية.